هناك فتوى الآن بالتجنيد الإجباري للشباب السعودي لزجهم في معركة اليمن. نعم. طيب أين هذه الفتوى من المعركة في مش إسرائيل؟ رجلها يعني إيش طيب الفلسفة؟ جندوا الشباب السعودي، أصدروا هذه الفتاوى. نعم. في محاربة، نعم، جندوا الشباب، ربوا الشباب السعودي، والآن أكثر العمليات الإجرامية والانتحارية تنطلق هي من السعودية ومن الشباب السعودي. نعم. وبالتالي من نجد خصوصا كما قال الرسول، هو هذه، نعم، يخرج منها الزلازل، الزلازل هون معنى الفتن، نعم، منها الزلازل والفتن وقرن الشيطان، ويخرج منها قرن الشيطان. شكرا. في البخاري طبعا. نعم.